يوم أمس كنا في حلقة خاصة عن نادي الزوراء وتحدثنا عن وضعية الفريق المستقرة ونتائجه الطيبة، وتحدثنا عن قضية انتقال مهند عبد الرحيم من شبيبة القبائل إلى نادي الزوراء ومن يعرقل انتقال الصفقة، هل هو أخطاء بالجانب الجزائري أم بالجانب العراقي. كان معنا المشرف على فريق نادي شبيبة القبائل سامي إيرداس، حدث عن أنه من يتحمل المسؤولية هو فريق الزوراء والاتحاد العراقي. حاولنا نتصل بإدارة الزوراء، كنا باتفاق مع سيد عبد الرحمن رشيد، ما جاوب على اتصالاتنا ويعني ما رد، وبالتالي كان حديثنا عن الزوراء. فبالتالي اليوم القوة الجوية هو محور حديثنا، هذا النادي الكبير العريق اللي يعني دائما تحت ضغط هائل وكبير سواء من قبل الجمهور أو من قبل الإعلام، الإدارة كلها تطالب هذا النادي بأن يبقى على مستوى الوعود وعلى مستوى التاريخ الكبير اللي يمتلكه النادي الأزرق بكونه واحد من أبطال ويعني الأضلاع المهمة في أركان الكرة العراقية. حديثنا اليوم عن البيت الأزرق وما يمر به هذا النادي من مشاكل مستمرة بسبب نتائج بعض الجمهور يراها طبيعية والآخر يراها غير مناسبة لتاريخ وإمكانيات القوة الجوية، مما دفع بعض الجمهور للمطالبة باستقالة ناظم شاكر خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام نفط الجنوب. كل وضع الفريق الجوي راح نتابعه في حلقة هذا اليوم وآخر أخبار الفريق قبل مواجهتهم المهمة الخميس مع أربيل. إذن أصدقائي القوة الجوية هذا الموسم هذا التقرير نتابع. في المركز الثالث وبرصيد 19 نقطة يقف القوة الجوية بعد أن لعب 11 لقاء، فاز في 6 منها وتعادل في 2 وخسر من الكهرباء بثلاثية نظيفة ومن نفط الجنوب المتصدر في المباراة الأخيرة. العريق الجوي يمتلك كوكبة من أفضل اللاعبين العراقيين والذين جمعوا بين خبرة السنين الدولية والمهارة الشبابية وبعض من المحترفين، ويشرف عليه ابن النادي والمدرب المعروف ناظم شاكر، وهو الذي حقق معه نتائج إيجابية كان أبرزها الفوز الكبير على الزوراء برباعية نظيفة. ويعد هو والشرطة أحد أهم الأندية البغدادية والتي استقطبت أبرز اللاعبين ودفعت لضمهم مبالغ مالية طائلة. القوة الجوية من الناحية الإدارية بدا مستقرا ولا توجد هنالك مشاكل كبيرة بين أعضائه في هذا الموسم على أقل تقدير، مما يجعله متوازنا في الأداء والعطاء حتى الآن. زيد السراج للاعب 12. إذن القوة الجوية في هذا الموسم 2014-2015 يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى ب 19 نقطة حصدها من 11 مباراة، حقق الفوز بخمس مباريات وتعادل بأربعة وخسر في مبارتين 2 فقط. هذه أرقام فريق القوة الجوية إلى حد الآن في الدوري العراقي الممتاز. إذن القوة الجوية هذا الموسم أصدقائي يحمل الكثير من علامات الاستفهام، مرة الفريق بالقمة، مرة الفريق يقدم مستويات غير طيبة، ومما جعل جمهوره يعني حقيقة يعيش بقلق، وكلنا نعرف مقدار عشق الجماهير الزرقاء لهذا الفريق ومتابعته بالبصرة يروحوا له، بأربيل يروحوا له، بكل مكان بالعراق يلعبون. رابطة مشجعي القوة الجوية تتابع الفريق وتكون معاه، فبالتالي تذبذب النتائج خلى الفريق تحت ضغط كبير، وخلى بالأخص المدرب ناظم شاكر اللي تولى تدريب الفريق تحت ضغط أكبر نتيجة تحميل المسؤولية. فبالتالي هذا الفريق يحتاج إلى حقيقة ترميم بعض النقاط. هذه النقاط صارت عن طريق يعني بعض التغييرات، تعيين جاسم محمد غلام كمشرف على الفريق، بعض الأمور الإدارية اللي حلت، كل هذه الأمور يعني المفاصل والجزئيات ساعدت بأنه يكون فريق القوة الجوية بوضع أفضل ويرجع فريق يعني ينافس على الألقاب كما عهدنا الفريق الأزرق. حتى نعرف وضع الفريق
قبل مواجهته المهمة أمام أربيل يوم الخميس. يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر التلفون من بغداد ومن ملعب التدريبات اللي خوضه فريق القوة الجوية الآن الكابتن القدير النجم الدولي الكبير الكابتن جاسم محمد غلام المشرف على فريق القوة الجوية. بداية كابتن جاسم مرحبا بك، مشرفنا ومنورنا بحلقة اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقية. كابتن بداية طمنا على الفريق، شلون وضع اللاعبين، جاهزية لمواجهة أربيل يوم غد إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي أستاذ الديان، لي شرف أن أكون معك اليوم على قناتكم المفضلة قناة الشرقية. كابتن جاسم، وضع الفريق قبل مواجهة أربيل، اليوم أنت الآن بالتمرين وبتدريبات الفريق الأزرق، اللاعبين جاهزين، كل الأمور طيبة إن شاء الله بالقوة الجوية؟ اكيد، يعني الحمد لله شكرا لهم، خدمه وحده تدريبيه جيده مع كادر التدريبي واللاعبين جاهزين للمباراه غدا. تعرف انت مباراه أربيل مباراه مهمه. نعم. ان شاء الله نكون مستعدين استعداد كامل، خاصه انت فريق فقد 3 نقاط المباراه السابقه مع نفط الجنوب. الفريق اعتقد كله جاهزين من لاعبين مصابين جدا، من لاعبين هوار وبشار ومصطفى كريم من قصبة، اللاعب حمادي احمد بعد يخوض العلاج الطبيعي، نتمنى من يلتحق بالفريق المباريات الجايه. طيب كابتن، يعني فريق القوه الجويه يمكن شويه نتائجه يوم زينه يوم لا، هذا خلى الجمهور شويه يعني زعلان على الجهاز الفني، زعلان على الاداره، انحلت هذه الامور يعني وصلتوا لصيغه حل مع الجمهور حتى اللي صار بمباراه نفط الجنوب ما يتكرر مره ثانيه؟ لا، ماكو اي مشكله صار بالفريق، بالعكس الفريق بحاله قلت لك جيده واللاعبين جاهزين خوض المباراه. بالعكس كان التدريب متواجد، يمكن قبل يومين كابتن نعم شاكر كان في وقعه صحيه، لكن الحمد لله ان شاء الله يكون متواجد غدا المباراه. نتمنى من الفريق ان يقدمون ما عليهم على الجمهور، احنا نريد من عبر قناتك المفضله قناه قال الشرقيه ان جمهور الجوي يعني يساعد الفريق يوم غد، وتعرف على المباراه 6 نقاط واحنا بعدنا دوري طويل. كابتن يعني اليوم ناظم شاكر متواجد بالتدريبات، موجود مع الفريق، يوم امس كان موجود، سلامته يعني اذا يمر بوعكه صحيه. لا والله البارحه كان ما موجود مع الفريق، لان تعرف الكل يعرف ناظم شاكر بعد عودتنا من بصره وقع صحيه، واعتقد اليوم كان متواجد مع الفريق. لكن ان شاء الله نتامل من كابتن نعم شاكر يقود مباراه غد ان شاء الله. يعني راح يكون موجود باكر بالمباراه وما قاد التمرينات؟ والله نتامل ننتظر ان شاء الله، ننتظر العلاج ذات كابتن نعم قلت لك مريض، واتمنى من الله تعالى يكون متواجد مع الفريق، تعرف عصر مهم عن فريق القوه الجويه كابتن. لا بالتاكيد سلامته كابتن. يعني كثر الحديث بالايام الماضيه عن اقاله ناظم شاكر من تدريب الفريق، وحتى طرحت اسماء يعني بدلاء للكابتن ناظم شاكر كاداره وكمشرف للفريق. يعني هل تحس انه مباراه اربيل ممكن هي اللي تحدد مصير ناظم شاكر بقاء او عدمه مع القوه الجويه؟ احنا اليوم تعرف على بعد اليوم دخلنا في اجتماع مغلق مع اللاعبين مع الكادر التدريبي المتواجدين بالفريق. اعتقد كلهم احنا جاهزين نفكر المباراه غدا، تعرف المباراه مهمه. ما نفكر شيء يجي بعد المباراه، احنا خلص باكر نفكر على المباراه. حسب 3 نقاط من فريق اربيل بعد المباراه يكون كل حديث حادث. يعني اذا يعني انت تركت الباب مفتوح كابتن جاسم، يعني ممكن اذا خسرتوا الخميس لا سمح الله ممكن اكو قرار الاقاله ممكن يكون موجود عند الاداره بحق ناظم شاكر؟ والله هذا الشيء يعود للاداره، تعرف انت الاداره القوه الجويه هي صاحب القرار الاول والاخير بوجود كادر ناظم مع الفريق او خارج اسوار النادي. انا اتمنى من الله تعالى ما نفكر بهاي الامور، نفكر ما يحصل مباراه غدا ان شاء الله، نحصل 3 نقاط مهمه، تعرف تكمل حتى مسلسل الفوز بيكون من الترتيب الاوائل ان شاء الله. وللجمهور الجوي اللي يعني خالكم تحت الضغط ويعني لاعب دور ربما بعض الاحيان يكون سلبي مع 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 الفريق، شو تقول له كابتن؟ بالعكس انا اليوم جمهور الجويه كانت واجد، جمهور غفير بملعب القوه الجويه، كلهم حبهم لناديهم ووفاهم للنادي، تعرف هذا نادي القوه الجويه من الانديه الجمهور المتعصب يحب فريق
بشكل غير طبيعي، ويتمنون من فريقي يتمنى ان يحصل 3 نقاط. اتمنى من الجمهور باكر ان شاء الله، من جمهور قوه جويه، لا يبغى على ناظم شاكر ولا على كادر تدريبي ولا على اداريه ولا على جاسم غلام، قدر ما يفكر فريقه ان يشجع فريقه ان يحصل 3 نقاط ان شاء الله. كابتن، مسيرتكم بالفريق الى الان، رغم انت يعني استلمت مهمه الاشراف قريبا، وانت واحد من يعني نجومنا الكبار ومن لاعبينا اصحاب الانجاز، يعني الى الان فريق القوه الجويه وفق الامكانيات اللي عنده والوضع اللي عنده، تشوف المركز الثالث بالمجموعه الاولى ب 18 نقطه، يعني هذه الارقام مناسبه لوضع القوه الجويه بشكل عام؟ استاذ جاني، الكل تعرف على دوري طويل، احنا عندنا 6 مباريات كلها راح نخوضها في بغداد، اغلبيتها في ملعبنا، يعني دوري طويل، احنا قوه جويه قادر يكون من المربع 3 المقدمين ان شاء الله. هذا مو جديد عن القوه الجويه، كل المراتب الاولى بعد الدوري الطويل. نتمنى من اللاعبين ان يراجعون نفسهم، يحسون بمهمه النادي اللي يلعبون به، وان شاء الله ليش ان شاء الله نصعد على الدور الثاني، واحنا مباراه واحده خسرنا، ما خسرنا اكثر من مباراه. اكيد كل التوفيق لكم الكابتن القدير جاسم محمد غلام، مشرف فريق القوه الجويه، شكرا لتواجدك معنا في حلقه اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقيه. جاسم غلام اكد لي اللاعب 12 انه لانيه سابقا طبعا لإقالة ناظم شاكر من تدريب القوة الجوية، وأكد لنا أنه ناظم شاكر اليوم قبل المباراة بيوم ما حضر أي وحدة تدريبية لأنه مريض. سلامته لأبو فهد، ونقول له ما عندك إلا العافية، أنا رنيت عليه أكثر من مرة هو ما رد علي، فبالتالي هو مريض، وبكرة إن شاء الله يمكن أن يتواجد مع الفريق في المباراة ضد أربيل لأنه مريض. وجاسم غلام أيضا ترك الباب مفتوح لمسألة ما ممكن أن يحدث بعد مباراة أربيل، يعني الأمور غير واضحة بالنسبة للقوة الجوية، ممكن يخسرون لا سمح الله، وبالتالي يعني القوة الجوية يقيل الكابتن ناظم شاكر من تدريب الفريق. ناظم شاكر بهذا التقرير، نتابع. ما هي إلا خسارة بهدف نظيف، لكنها فتحت أبواب التساؤل من البعض عمدى تمسك الإدارة بالمدرب ناظم شاكر، والذي قيل حوله كلام كثير عن استغناء العريق عنه، وهو ما نفته جملة وتفصيلا. وسارع مشرف الفريق جاسم محمد غلام ومدرب الحراس هاشم خميس إلى تكذيب الأقاويل، مؤكدين أن شاكر باق مع الفريق وأن وعكة صحية بسيطة ألمت به. وعلى الصعيد ذاته لم يكتفي البعض بالإقالة، بل راح إلى تسمية مدرب آخر يشغل مكانه، وتداول اسم المدرب السابق للمنتخب الوطني حكيم شاكر كبديل جاهز سيتولى المهمة خلال الوقت القادم. فلا ندري من هو المستفيد من كل هذه الأخبار الغير دقيقة، فهل يوجد هنالك من يروج لها من أجل مصلحة شخصية، أم أن المغرضين يستخدمون كل الوسائل المتاحة لديهم للوصول إلى أهداف غير نبيلة؟ أيضا نبقى بنادي القوة الجوية، وتحديدا مع يعني مدير إعلام فريق القوة الجوية السيد حسن صاحب، الأستاذ والزميل الصحفي المتواجد مع فريق القوة الجوية. سيد حسن، بداية مرحبا بك، مشرفنا ومنورنا باللاعب 12 وبالشرقية. سيد حسن، يمكن طرحنا نفس السؤال على الكابتن جاسم غلام قبلك، والآن نظرتك يمكن الآن أكثر حيادية وبيتجرد أكثر، لأن جاسم غلام يعني من ضمن الجهاز الإداري للفريق، تشوف مباراة أربيل مباراة يمكن أن تحدد مصير ناظم شاكر مع الفريق يوم غد الخميس؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الشرقية، وأهلا وسهلا بك أخي. طبعا الفريق كرة القدم في نادي القوة الجوية هو يعني يسير بخطى واثقة نحو اللقب، وهو يمتلك ملامح اللقب بصفة ما يمتلك من أدوات حقيقة مختلفة عن الموسم السابق. نعم. أما بشأن مباراة الخميس أمام أربيل، فأعتقد أن الفريق جاهز لهذه المباراة ومستعد لخطف 3 نقاط مهمة ومواصلة مسيرته بنجاح اتجاه اللقب الذي طال انتظاره. نعم.
تشوف اذا خسر القوة الجوية هذه المباراة، ناظم شاكر ممكن يغادر مكان سيد حسن؟ لا يمكن الحديث، هذا الحديث سابق لأوانه، ولكل حديث احنا ما نتمنى ان يخرج الفريق القوة الجوية بثلاث نقاط غالية الثمن، وبالتالي مواصلة مسيرته نحو اللقب حقيقة اخ اتيان. لذلك اعتقد الامور كلها تصب لصالح الفريق الجويه، والملاك التدريبي اعاد العده لهذه المباراه خاصه بعد الخسارة امام نفط الجنوب في البصره. غياب ناظم شاكر على ثلاث وحدات تدريبيه قبل المواجهه امام اربيل لوعكه صحيه، تشوفها يعني حاله بها علامات استفهام كثيره، صح سيد حسن؟ لا اعتقد الاخ ناظم شاكر لم يغب عن المباراه ثلاث وحدات تدريبيه كما هو شيع. نعم. وحقيقه كان يتعرض لوعكه صحيه على مسجد فراش، الا انه لم يغب عن المباراه حقيقه، وتداولت بعض وسائل الاعلام غير عاليه عن الصحه، وهو متواصل مع الفريق وبشكل منتظم، والفريق يواصل وحدات التدريبيه قبل المباراه استعدادا لهذه المباراه المهمه. نعم. سيد حسن، جمهور القوة الجوية بالتأكيد من الجماهير يعني العاشقة بجنون لفريق الأزرق، لكن دائما القوة الجوية وجماهيرها بالتحديد بعضهم يلعب دور سلبي بالفريق، يعني يجب أن يكون هناك تحديد لواجبات الجمهور في كل نادي في كل فريق خاصة بالعراق، وخير دليل ما صار معاكم بمباراة نفط الجنوب الأخيرة. لا اعتقد جماهير القوة الجوية لم تلعب دور سلبي في مو كلها قلنا مو كلها قلنا بعضها. لا ابدا ابدا اخي، جماهير القوة الجوية لاعب اساسي عبر تاريخ القوة الجوية، وإدارة نادي القوة تكون لها كل احترام وتقدير، وفي اكثر الاحيان تتشاور مع الجماهير، لكن بعض الجماهير من حرصها على الفريق وهذا حق مشروع دائما. نعم. تكون في باتجاه الايجابي ما يلبي بلام طموحاتها والحصول على لقب الدوري كما قلت الذي طال انتظاره. لذلك ليس كل ما يقال هو صحيح، تعرف يعني هنا لغط يدور هنا وهناك بشان يعني الجماهير، لكن الجماهير تبقى اللاعب الاساسي ومنح المباراه في نادي القوه الجويه، ودائما هي داعم اساسي ولاعب اساسي في نتائج الفريق، ودائما تقف مع اداره الفريق ومع مدرب الفريق، لكن كما تعرف كما يشاع ويدور هنا وهناك ليس له اساس من الصحه. نعم. يعني قربك من القوه الجويه يمكن يخليك عندك رؤيه او صوره على وضعيه الفريق في قادم المراحل من الدوري العراقي، تشوف فريق يعني راح يقدم شيء افضل وبالتالي يعني يحرز مراكز افضل، ام انه يعني لديك وجهه نظر اخرى سيد حسن؟ اكيد طبعا في ظل الادوات التي يمتلكها الفريق والملاك التدريبي ارى واجد المس حقيقه بان نادي القوة الجوية قادم بقوة لإحراز اللقب، وإدارة النادي متمثلة بالفريق الركن الأنور حمد أمير رئيس الهيئة لنادي القوة الجوية تقدم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل مواصلة الفريق مشواره في دور النخبة، وأعتقد ستكون مباراة غد مهمة بالفريق واستعداد بإذن الله الفريق أربيل ويواصل مسيرة نحو اللقب إن شاء الله. السيد حسن صاحب مدير إعلام فريق القوة الجوية، كل الشكر لحضرتك على تواجدك معنا بحلقة اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقية، وطبعا كل الأمنيات لكل الفرق العراقية ولمحورنا اليوم فريق القوة الجوية بأن يكون القادم أفضل. أرقام القوة الجوية أيضا نتابعها الآن بهذه المعلومات التي سجلها الصقور في هذا الموسم، حيث سجل الصقور حتى الآن في الموسم 11 هدف من 11 مباراة، يعني جول في كل مباراة، هدف في كل مباراة، تلقت شباكة 7 أهداف، ويواجه أربيل الخميس في بغداد، هداف الفريق هو مصطفى كريم بأربعة أهداف، والجوية يطمح للقب السادس في تاريخه. جمهور القوة الجوية من الجماهير الكبيرة والمؤثرة وصاحبة الإنجاز الكبير بمتابعة الفريق في كل الملاعب وفي كل البطولات. تقرير عن جماهير القوة الجوية، تابعوا بعدين نرجع لكم.
جماهير الفرق الكبرى هي اللاعب الأساس والداعم الأبرز للاعبين من على المدرجات، والقوة الجوية قطب كروي كبير يمتلك قاعدة أساسية في بغداد وجميع المحافظات، لذلك تواجده مع الفريق في كل مباراة يعطي دافعا معنويا كبيرا ويؤثر في بعض الأحيان حتى على الأداء. ووقوف الجماهير إلى جانب معشوقها في الضراء قبل السراء يؤكد معدنهم الأصيل، والذي يبحث عن تألق الفريق بغض النظر عن من يقوده أو يلعب فيه. المؤازرة والتشجيع المثالي وراء الفريق ضرورة بالغة ونداء يجب أن يلبيه كل عاشق جوي للصقور، لأنه بأصواتهم ووجودهم يستطيع ذلك السرب أن يطير مجددا ويحلق عاليا في سماء الدور العراقي الممتاز كما عهده المحبون المخلصون في كل موسم. الجمهور الجوي بالتأكيد يعني دائما نقول هو داعم حقيقي للفريق، لكن على الجمهور مو بس جمهور الجوية، جمهور كل الأندية. ومع الأسف حشينا بهذا الموضوع كثير وتابعنا هذا الموضوع كثير وسوينا حلقات عليه هواية، لكن يبقى هذا يعني هذا العشق اللي ما يصير إلى حد، وتبقى بعض الجماهير تؤثر بشكل سلبي تماما على الفريق، يتعرضون لعقوبات بسبب الفريق، تعرض لعقوبات بسبب هالجمهور، يتدخلون بالأمور الفنية. يا جمهور دائما واجبكم هو التشجيع والتشجيع فقط، صح تحب الفريق، صح أنت تنقهر وتضوج يمكن أكثر حتى من المدرب ومن اللاعبين على الفريق، لكن هذول عندهم واجب وأنت عندك واجب. حتى نعرف دور مشجعي القوة الجوية أيضا، معنا الآن على التلفون السيد علي المالكي رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية. سيد علي بداية مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية. يعني دائما جمهور القوة الجوية سيد علي متهم أنه هو تأثيره سلبي على الفريق، يتدخل بهواي أمور ويتدخل بهواي تفصيلات ما له حق يتدخل بها، وين الدقة بهالكلام سيد علي؟ حبيبي كابتن مسي عليكم بالخير وعلى قناة الشرقية. وكابتن بالعكس احنا هذا الكلام يعني ما له صحيح، يعني احنا تدخلنا بالفريق احنا بالعكس الجمهور يعني رقم واحد بالعراق، يعني احنا القوة الجوية واقفين وياها بالسراء والضراء، بس شنو مدرب ناظم شاكر بالامور الفنيه احنا ما دخلنا بيها، يعني صارت امور يعني بالنادي ترك النادي. احنا يعني مثل كواجبنا قلنا للاداره قلنا لهم مدرب ناظم شاكر يترك الفريق ويروح يحلل قناه الكاس، ليش هاي امور فنيه؟ يعني قلنا لهم الفريق صارت عنده اصابات، صارت عنده يعني لاعبين طلعوا من يمه من امثال نور صبري، سلمان، مصطفى ناظم، دول لاعبين منتخب. كابتن ناظم شاكر كان بعيد عن النادي، يعني استوديو التحليل مال كاس الخليج مال اسيا بطوله اسيا بعيد عن الفريق، الفريق يعسكر وهو يعني بعيد عن الفريق، ما يدري الفريق صار لاعب مصاب، لاعب بعد عن النادي، فاحنا هذا الشيء صار تدخل بيننا وبين الاداره مو بين ناظم شاكر. بس انتم اللعبه اللي فاتت سيد علي لو تسمح لي، اللعبه اللي فاتت امام نفط الجنوب بعد الخساره صار يعني هجوم قوي على الكابتن ناظم شاكر، كثير من الجماهير طالبت انه ناظم شاكر يقال، وحتى بعض جمهور الجويه الان تارك تشجيع الفريق وما يشجع الفريق الا يطلع ناظم شاكر. نعم كابتن صار هيجي، بس ما صار يعني على كابتن ناظم، كابتن ناظم ما عندنا اختلاف وياه، نجم من نجوم الكره العراقيه والكره الجويه، بس احنا مشكلتنا يعني صارت قلنا له كابتن ناظم انت بالفريق كمدرب ما نجحت، الفريق ما عنده اداء، الفريق احنا مصدار، احنا من خيره النجوم الدوري العراقي عندنا لاعبين، فريقنا يعني من حقنا ان ننافس عن الدوري، 10 سنين غايبين عن اللقب، تمام من حق نناقش مدرب او اداره. شلون اعرف اوكي سيد علي أوكي. يعني من حقك من حقك تعترض، من حقك تنتقد الفريق، لكن الامور الفنيه يعني مع احترامي للكل ولكل جماهير، لا اني ولا جمهور الجويه افهم من ناظم شاكر، هو افهم بعمله بالامور الفنيه وافهم بهذه الامور. يعني المحاسبه تصير بعد نهايه الموسم، مو انت بنص الدوري تطالب بهاي المشاكل كلها. كابتن حبيبي المشاكل اللي صارت ناظم شاكر بعيد عن الفريق، يعني صارت عندنا غيابات اصابات، حمادي ثلاث اشهر، مصطفى شهرين، وعندك فوار،
يعني هاي الاسماء يعني من يتحملها؟ ناظم شاكر بعيد عن الفريق، ما يدري بهاي الامور اللي صارت عندنا بالنادي. زين من حاجته الاداره شنو كان ردها؟ طايح عايز الفريق. من ناقشته من حاجته الاداره شنو كان ردها؟ الاداره كان ردها قالوا احنا كابتن ناظم يعني مستوى الفريق كان مو بالمستوى المطموح، يعني من لاعبين الدوري الممتاز جبنا له اياه. احنا عندنا جلسه مع كابتن ناظم كاداره عقيد وليد ونتحدث معاه، يعني معطينا هذه اخر لعبه مال اربيل، وان شاء الله هي ورا اربيل راح يصير عمل وتغيير مدرب. يعني ان شاء الله شنو تتمنى؟ خساره الجويه حتى يطلعون اربيل؟ خساره الجويه راح تشوف باكر، تشوف لا حبيبي كابتن، راح تشوف باكر جمهور القوه الجويه يهتف بحب القوه الجويه وبحب نادي ناظم شاكر. احنا ما عندنا اختلاف ويا شخصي، نجم الكره. قبل شويه الكابتن الفني ما يخدم القوه الجويه. قبل شويه الكابتن القدير جاسم غلام مشرف الفريق قال انه ما له دخل، ناظم شاكر باقي ويعني لكل حادث حديث، بعد مباراه اربيل نقرر. يمكن يبقى ناظم. كابتن احنا صارت جلسه مع قائد القوه الجويه، جلسه سقيف وصار بها كلام، يعني بعد مباراه اربيل اكو صارت يعني بنود وكلام صار، يعني بعد مباراه اربيل من المستحيل هو كابتن ناظم يبقى بالفريق. ليش من المستحيل؟ منين جبت هذا التاكيد عليه؟ يعني رئيس النادي قال لك، واحد من الاداره قال له؟ هو كمدرب ما يبقى هو بالفريق، قال انا بعد مباراه اربيل انا اغادر. المن قال؟ قال يعني كجمهور وللاداره، انا طوني مثل ما تقول حسابي، احنا عندنا بالعراق طوني حسابي الباقي وانا طالع، حتى توعد مني من شخصيه يعني معروفه بالنادي، توعد ان يطل النادي سلفه ويسبنا كابتن ناظم والفريق يمشي بمجرى، لان احنا منافسين على الدوري. زين انتم كمشجعين، ومن زمان تشجعون القوى الجويه والكم يعني بالتاكيد حب النادي كبير بالنسبه لكم، تشوفون تغيير مدرب بهالوقت يصب بصالح الفريق؟ مو الاستقرار ضروري؟ صالح الفريق، لحق للفريق ما طول بعد، يعني مباريات المرحله قدامنا يعني ودوري مجموعات. كابتن ناظم اثر سبب تاثير هذا على الفريق كله من كابتن ناظم، هو يتحمل هاي النتائج السلبيه. حتى لو فاز على اربيل، حتى لو فاز على اربيل راح يطلع سيد علي؟ ان كان هو ما يبقى، يعني صارت جلسه مع الاداره، يعني امور هو ما يبقى بالنادي، يعني بعد اربيل اكو امور احسنها، قلنا له يعني خارج النادي اوكي، يعني هو قال انا خارج النادي. وعندك فكره عن اسماء البدلاء؟ ممكن اكو بديل لنظام شاكر جاهز وراح يستمرون المساعدين؟ والله يعني المساعدين راح يوقفون مثل كابتن وليد، يعني من خيرة نجوم القوة الجوية يعني بالدوري قدم لنا كابتن وليد نتائج بعد بدلاء المدربين. كابتن وليد هو من أبناء القوة الجوية، وعندنا كابتن حمزة هادي، جاسم غلام، يعني هاي أسماء هي راح توقف شوية تشد اللاعبين عن الفوز وعن إن شاء الله على اللقب على الدوري. لو طلع ناظم شاكر، الجمهور هو اللي طلع له الإدارة طلعته سيد علي؟ لا، مستوى ناظم اللي قدمه للقوة الجوية ما يليق بحق القوة الجوية، لاعب نجم نعم بس كمدرب ما ينجح. زين انتو كإدارة يعني ليش تحاسبوا ناظم؟ حاسبوا الإدارة اللي جابت ناظم. حاشينا الإدارة، احنا أول ما طلعنا مظاهرات طلعنا على القائد، وأول أمس كانت يعني جلسة مع قائد القوة الجوية، قلنا لهم قصرين بحق النادي، محاسبة المدرب تكون من الإدارة ومن القائد، احنا كجمهور ما نحاسب ناظم. نعم. الأمور الفنية ما نتدخل بها، نتدخل بالأمور الإدارية. أنتم الإدارة مقصرين بحق النادي، لأن ناظم أكثر من سفرتين وبقى بقطر وتأخرت طيارته ثلاث أيام أربعة، والنادي معسكر بأربيل وهو ما يدري صار بأربيل، يعني احنا التمرين بأربيل يتمرنون على قاعات هذه مال خماسي. نعم. لاعبين كلهم طابت، أنت وراك لعبات دوري. تشوف هذه الحالة وناظم شاكر سبب انقسام بجمهور فريق القوى الجوية، يعني بعضهم يريد يبقى من أجل الاستقرار والآخر يجي يريد يطلع من أجل الإصلاح.
استاذي نعم. استاذي العزيز احنا اني كابا علي مالكي نعم. مع الكهرباء بوقتها صارت حادثه نعم. نعم. انا اول شخص واقف مع ناظم قلت لهم بدايه الدوري بس بعد ما اجى صار علينا ضغط انتم تقودون الجمهور انتم تحشون ليش ساكتين على ناظم مستوانا مو زين احنا مبارياتنا كلها بس عدا الزوراء غلبنا كلها 1-0 بس الزوراء غلبناها 4 كلها 1-0 يعني كربلاء مستوى ما عندنا طرد لاعب وهدف واحد حاكي انا يقول انا عندي غيابات كاس المتى الغيابات انت بعيد عن النادي انت طيب. بعيد عن المعسكر يعني طلعوا لاعبين سيف سلمان راح احترف بالسعوديه انت ما جبت بديله طلع مين مكنور صبري صارت خلاف بسيط واحنا قلنا له بقي طلع على نور صبري مصطفى ناظم ما جاب بديله لهذا السبب ناظم شاكر كثرت عليه المشاكل ومستوى الفريق يعني ما يليق ما يليق باسم القوه الجويه ان شاء الله القوه الجويه يرجع قوي وهو قوي اصلا والمركز اللي هو بيه ايضا مركز مهم ومؤثر السيد علي المالكي رئيس رابطه مشجعي القوه الجويه على ذمته يقول ناظم شاكر طالع لا مباراه اربيل ولا غيرها فاز خسر بعد المباراه ما يبقى لان هو اكد وقال لهم انطوني حسابي انطوني فلوسي الباقي من عقدي وانا اطلع اترك الفريق هذا حال كره القدم العراقيه يعني فريق كبير مثل القوه الجويه ادارته يعني نعرف كل من يعني اهل مكه ادرى بشعابها وهم يعرفون وضع الفريق وقدراته وامكانياته وبالتاكيد الاداره حريصين على انه القوه الجويه ياخذ دوري ويفوز مو من مصلحتهم ولا احد بالدنيا يريد يخسر كل الامنيات كل الموفقيه لفريق كبير مثل القوه الجويه ولكل فرقنا العراقيه اربيل الزوراء الشرطه الطلبه النجف الميناء كلها بان تكون فرق مستقره بها عمل فني وهذا مع الأسف حلم صعب التحقيق عمل فني مهني مستقر لكي نحقق خطوات النجاح إلى الأمام أصدقائي حلقة اليوم انتهت أنا بكرة إن شاء الله ألتقي وياكم نفس الموعد دائما اللاعب 12 من الأحد إلى الخميس إلى اللقاء